داريت الرسم بالقهوة البودرة والسائل، انه اخرج عن نمط اخرج عن النمطية واخرج عن المألوف وعن النمط التقليدي. اليوم يعني اكثر الرسامين او الفنانين على نفس النمط التقليدي. حاولت انه اخرج عن المألوف واظهر بصورة مختلفة للناس، انه يعني اجذب النظر من خلالها. اكثر الرسومات اللي تنطلب مني هي بورتري، يعني اما اعياد ميلاد او اما هدايا او اشخاص متوفين. حاولت انه اعمل عمل مشترك او دويتو مع عدة فنانين، فنان او فنانين، نحاول انه نرسم لوحة بورتري بعدة الوان بالاضافة للقهوة والاكريليك والالوان الاخرى، حتى ننتج لوحة مختلفة يعني يدمج فيها جميع الالوان. فكرة حلوة بصراحة، فكرة جديدة، نوع جديد يعني يجذب المتلقي، يجذب الناس. يعني أنا متأكدة إنه هواي ناس يعني راح يجربون هذه الفكرة. يعني إحنا طرحنا مثل ما نقول شيء جديد على الساحة الفنية. والرسم بالقهوة إنه أصبحت لي دخل مادي، بما إنه أنا خريج معهد تقني. وبالتأكيد يعني فرص العمل ماكو، فإنه اختاريت الرسم بالقهوة وبقية الطرق إنه كمصدر رزق لي. يعني تجيلي طلبات رسم، اتصالات من كثير من الفنانين.